بسم الله الرحمن الرحيم. عزيز الطالب في أكاديمية مدرسة الإمارة للصف الثاني ثانوي الأدبي، اليوم إن شاء الله بإذن الله تعالى راح ننتقل إلى الدرس اللي هو عندنا بعنوان المتغير العشوائي المنفصل وتوزيع ذي الحدين. وهذا الدرس يعني خلينا نقول سهل نوعا ما، بس بحاجة إلى بعض الحسابات تكون دقيقين في الحساب، إذن خاصة في عملية الضرب. هلا في عندنا تعريف عزيز الطالب، في عندنا شيء اسمه المتغير العشوائي. المتغير العشوائي هو عبارة عن اقتران. هذا الاقتران دائما أي اقتران عندنا بالرياضيات بده يكون له مجال إذا معرف عليه وله مدى. الآن مجال هذا الاقتران اللي هو المتغير العشوائي اللي هو الفضاء العيني اللي برمزه له بالرمز أوميجا بهذا الشكل، إذا نقرأها إذا أوميجا. طبعا مدى بيكون اذا عندنا معرف من الفضاء العيني اوميجا الى مجموعه جزئيه. شو يعني مجموعه جزئيه؟ بمعنى انه مدى بيكون جزء من الاعداد اللي هو عندنا الحقيقيه. هلا الان بستخدم الرموز له، زي مثلا كنا نستخدم قاف السين عين السين الى اخره، هون لا بنستخدم السين مثلا نقطتين وبعدين بنعرف هذا المتغير اللي هو عندنا العشوائي. هلا اذا كانت قيم سين اللي هو عندنا المدى مجموعه معدوده، إذا نسمي إذا هذا المتغير العشوائي اللي هو متغير عشوائي منفصل. هلا في عندنا مثلا بعض التجارب اللي هو عندنا العشوائية، مثلا تجربة إلقاء قطعة نقد مرة واحدة. يعني الآن إذا رمينا قطعة نقد مرة واحدة، شو ممكن يظهر عندنا عزيز الطالب؟ اللي هي إما صورة أو كتابة. إذا ألقيناها مرتين ممكن يظهر عندنا صورة وكتابة، أو كتاب وصورة، أو كتاب وكتابة، أو صورة وصورة. وبالتالي إذا عدد عناصر أوميجا هون يساوي 4، هو العدد عناصر اوميجا قديش يساوي اللي هو عندنا 2. هلا اذا الان القينا قطعه اللي هو برضه كمان نقد 3 مرات عزيز الطالب، قديش عدد عناصر في المره الاولى؟ 2، والمره الثانيه 2، والمره الثالثه بده تكون 8. اذا كيف بدي الان اكتبهم؟ اللي هم عباره عن ايش عندنا؟ بنقسم 8 عزيز الطالب على 2، اذا نكتب 4 صور واربع كتاب. نرد نقسم مره ثانيه اللي هو عندنا 4 تقسيم 2 اللي هي عندنا 2، نكتب صورتين إذا صورتين كتابتين صورتين كتابتين، ونرد نقسم 2 تقسيم 2 اللي هي 1، مرة صورة مرة كتابة إلى آخره. وكل هذا راح نناقش إن شاء الله في الأمثلة اللي راح نناقشها في الكتاب. هلا مثلا عندنا إذا ألقينا مثلا قطعة نرد، إذا ما بنعرف شو بدي، إذا هاي بسموها من التجارب العشوائية. وبالتالي إذا راح يكون إذا عندنا أوميجا اللي هي إما 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6. إذا رمينا قطعتين نقد بده يظهر عندنا 36 زوج مرتب من 1 1 إلى 6 اللي هو عندنا 6. الآن خلينا ننتقل إلى اللي هو عندنا المثال. إذا عندنا المثال رقم 1، عندنا مثال رقم واحد. مثال رقم واحد إذا شو بحكي لنا مثال إذا عندنا عزيز الطالب مثال رقم واحد، خلينا نشوف الآن هون عندنا. إذا بحكي لي بقول لنا إذا دل المتغير العشوائي، إذا دل المتغير العشوائي اللي هو عندنا على عدد الأطفال الذكور في تجربة اختيار لعائلة مكونة لديها قديش هون عندنا؟ إذا 3 أطفال، ودونت النتائج حسب الجنس وتسلسل الولادة، فجد القيم التي يأخذها المتغير العشوائي. هلا الآن عندنا إذا عزيز الطالب إذا دل المتغير العشوائي سين على عدد، إذا هون معرفنا سين، إذا خلينا نكتب الحل الآن. إذا معرفنا سين اللي هي عبارة عن إيش هون عندنا؟ إذا شو تعريف المتغير العشوائي هون؟ سين بحكي لنا عبارة عن عدد الأطفال الذكور. إذا عدد الأطفال، إذا عندنا عدد الأطفال اللي هو عندنا الذكور، إذا عندنا الذكور طبعا في تجربة اختيار عائلة لديها قديش عندنا؟ إذا تجربة اختيار عائلة لديها 3 أطفال. إذا تجربة اختيار عائلة قديش لها هذه العائلة؟ إذا 3 أطفال. إذا عدد الذكور، إذا عدد الأطفال الذكور، إذا خلينا نقول لدى عائلة، إذا لدى، إذا عائلة لديها، إذا لديها 3 أطفال. هل الآن عزيز الطالب بدي أكتب الآن أوميجا، إذا أوميجا اللي هو إذا عندنا أوميجا
إلا تقريبا يعني مشابه. إذا هذا زي تقريبا صورة وكتابة نفس العملية. الآن عندنا طبعا ما دام 3 أطفال بده يكون، إذا عندنا عدد عناصر أوميجا راح يكون 2 ضرب 2 ضرب 2، يعني بده يكون إذا عندنا 8، إذا 8 عناصر، إذا 8 عناصر، وبالتالي بنقدر نوجدهم. إذا قلنا بنكتب الآن عندنا مثلا هنا عندنا ولد، إذا ولد، وكمان هنا عندنا ولد، وكمان هنا في عندنا ولد، وبعدين نكتب 4 بنات، بنت، إذا عندنا بنت، كمان عندنا بنت، كمان بنت. وبعدين قلنا بنقسم الآن، إذا صار عندنا هنا ولدين نكتب على هاي ولدين، وبعدين بنتين، وبعدين ولدين، وبعدين إذا عندنا بنتين، وبعد ذلك اللي هو عندنا ولد، إذا عندنا بنت، ولد، إذا عندنا بنت، ولد، كمان عندنا بنت، ولد، وكمان إذا عندنا بنت. هذا اللي هو عندنا يا عزيز الطالب الاحتمالات اللي ممكن تظهر، إذا ممكن تظهر، إذا ممكن تظهر لنا إذا 8، إذا 8 احتمالات. هلا الآن عدد الذكور، إذا إيش بتاخذ إذا سين هون إذا عزيز الطالب؟ إذا سين راح تاخذ مجموعة الأعداد، إما إذا بيكون عندنا مثلا إذا كان بنت بنت بده يكون 0، يعني ولا ذكر في هذه المجموعة، أو ممكن يكون عندنا العائلة لديها بنت واحدة أو بنتين، أو عفوا ذكر واحد، أو لها إذا ذكرين، أو كمان ممكن يكون 3 ذكور. وبالتالي إذا القيم سين تأخذ اللي هي القيم سين 1 و2، وكمان إذا عندنا 3. هلا بقول لنا بنقدر نوجد احتمال كل واحد. مثلا عندنا لو بدنا نوجد لام السين تساوي 0، لام ايش يعني اللام عزيز الطالب؟ يعني الاحتمال، شو احتمال يكون لدى العائله مثلا، خلينا نقول ولا الان ولا ولا ذكر، يعني راح يكون عندنا بنت بنت بنت، وبالتالي اذا هذا 1 من قديش هون عندي؟ اذا 1 من 8، يعني 1 اذا على 8. هلا مثلا لام لسين تساوي 1، لام سين تساوي 1، إذا عندنا العائلة متى بكون؟ إذا أنت اللي هو عندنا ولد 1، إذا هاي ما بتزبط، هاي ما بتزبط، إذا هاي ما بتزبط، إذا هاي ممكن يكون هاي، هاي عندنا هاي ولد، وكمان هون في عندنا إيش عندنا كمان؟ إذا عندنا ولد، وهون كمان في عندنا ولد، وبالتالي إذا بده يكون إذا عندنا لام سين تساوي 1 اللي هي 3 إذا على 8. هذا احتمال يكون عند العائلة إذا عندنا إذا طفل أو ذكر 1. هل الآن إذا كان في عندنا العائلة طفلين، إذا ذكرين، يعني إذا ذكرين، إذا بدي أخذ الآن عندنا هاي 1، هاي طفلين أو ذكرين، وهاي كمان، هاي كمان عندنا 1، هاي كمان عندنا نفس العملية، وهون كمان في عندنا، إذا بدي يكون نفس الشيء، بدي يكون 3 إذا على 8. إذا عندنا هون بدي يكون كمان إذا لام لسين يساوي 2 اللي هو كمان يساوي 3 على 8. الحالة الآن عندنا كمان ظل بدي أوجد احتمال لام لسين تساوي 3. لام لسين تساوي 3 يعني يكون عندنا لدى العائلة 3 أطفال ذكور اللي هو ولد ولد ولد، وهذا بحدث يعني عندنا 1 من 8. إذا 1 احتماله 1 من 8. الآن هنا في عندنا ميزة عزيز الطالب بتغيير العشوائي، إنه إذا جمعناهم كاملة، يعني إذا جمعنا هون إذا هو مجموع لام السين إذا ويساوي، خلينا نجمعهم، اللي هو عندنا لام السين 0 زائد لام السين تساوي 1 زائد لام السين تساوي 2 زائد لام السين تساوي 3، يعني 1 على 8 زائد 3 على 8 زائد إذا 3 على 8 كمان زائد اللي هي 1 إذا على 8، وهذا بعطينا 8 على 8، وهذا يساوي 1. هذا إذا مفهوم إذا عزيز الطالب لو نحكي متغير إذا عندنا العشوائي، متغير إذا عندنا العشوائي. هلا خلينا نيجي الآن إلى اللي هو عندنا الناقش، اللهم صل على سيدنا محمد، تدريب رقم 1. إذا عندنا تدريب رقم 1، إذا عندنا تدريب رقم 1، هلا تدريب رقم 1 خلينا الآن
إذا تدريب رقم واحد قلنا تجربة إلقاء قطعتي نقد مرة واحدة يدل المتغير العشوائي على عدد مرات ظهور كتابة على وجه الظهر. جد عدد القيم التي يمكن أن يأخذها المتغير العشوائي اكتب جدول التجربة. إذا في تجربة إلقاء قطعتي نقد مرة واحدة، بدي ألقي قطعتي نقد كم مرة؟ نقد مرة واحدة. إذا دل المتغير العشوائي على عدد مرات ظهور كتابة، إذا الكتابة. إذا هنا في عندنا معرفين المتغير العشوائي عين عزيز الطالب، إذا نيجي الآن هنا للحل. إذا معرفين اللي هو المتغير العشوائي اللي هو عين، هاي عين. بقول لنا إنه بدي المتغير العشوائي عرفنا إذا يعني اللي هو عدد مرات ظهور كتابة. إذا عين عدد مرات، إذا عندنا ظهور اللي هي عندنا ظهور إيش؟ الكتابة. إذا عدد مرات ظهور اللي هو عندنا الكتاب. الآن تجربة إلقاء قطعتي نقد مرة، وإذا الآن بدي أكتب أوميجا عزيز الطالب، أوميجا اللي هي عبارة عن إيش شلون عندي؟ بتكون إما إذا صورة، إذا عندنا صورة، أو مثلا كتابة وكتابة، كتابة، إذا هنا عندنا كتابة وكتابة، أو كتابة وصورة، إذا كتابة وصورة، أو صورة وكتابة، هاي الاحتمالات اللي إذا عندنا صورة وكتابة. هاي الاحتمالات في حالة إلقاء تجربة قطعة نقد مرة واحدة. الآن إذا جد القيم التي يمكن أن يأخذها المتغير، إذا عندنا اللي هو الآن ألف، إذا عندنا ألف، الآن الحل. إذا ألف القيم التي يمكن أن يأخذ المتغير العشوائي، ممكن يكون في عندنا ولا ظهر عندي كتاب، يعني صورة صورة، وبالتالي إذا القيم راح تأخذ عندنا إما صفر أو واحد، يعني تظهر كتابة مرة واحدة، أو يظهر مرتين اللي هو عندنا اللي هو عندنا اثنين. هذا بالنسبة اللي هو عندنا القيم التي يمكن أن تظهر أو تأخذ المتغير العشوائي. اكتب جدول التوزيع الاحتمالي، إذا اللي هو عندنا في الرقم، خلينا نكتب إذا جدول التوزيع الاحتمالي هون. هذا جدول التوزيع الاحتمالي، إذا جدول التوزيع الاحتمالي بده يكون عندنا في عندنا سين وفي عندنا لام السين، إذا هذه سين، إذا هذه سين، وهنا عندنا لام السين. هلا سين حكينا اللي هي بدها تاخذ إما صفر، إما صفر أو واحد أو اثنين. هلا إذا كان صفر، إذا شو احتمال يظهر؟ شو معنى لام سين تساوي صفر؟ يعني يظهر صورة صورة، وهذا احتماله قديش عزيز الطالب؟ اللي هو واحد على أربعة، يعني واحد من أربعة. يظهر كتابة، إذا عندنا إذا هون بنلاحظ هون كتابة وكتابة، راح يكون اثنين من أربعة، إذا اثنين من أربعة. ويظهر الآن يظهر عندنا كتابتين اللي هو عندنا زوج مرتب واحد من أربعة، يعني واحد من أربعة. هذا بسموه جدول التوزيع الاحتمالي. إذا شو اسمه هذا عزيز الطالب؟ إذا هذا بده يكون حل باء، جدول التوزيع الاحتمالي. هلا بين أن لام السين اقتران اللي هو فرع الجيم. الآن كيف بدي أبين إنه هذا الاقتران فعلا اقتران احتمال متغير عشوائي؟ بدي أجمع لام السين. إذا كان مجموع إذا عندنا لام السين يساوي واحد، إذا بيكون فعلا هو اقتران احتمال متغير عشوائي. نجمع الآن واحد على أربعة زائد اثنين على أربعة زائد واحد على أربعة، إذا كل هذا شو بده يعطيني؟ بيعطيني أربعة على أربعة، وأربعة تقسيم أربعة بيعطيني واحد، وبالتالي فعلا إذا هذا هو اقتران متغير إذا عندنا عشوائي. بننتقل الآن إلى مثال رقم اثنين. إذا عندنا مثال رقم اثنين، إذا عزيز الطالب مثال اللي هو عندنا رقم اللي هو عندنا اثنين، مثال رقم اثنين. المثال رقم اثنين بيقول لنا انه في عندنا اذا كان جدول، هذا بعطيك جدول التوزيع الاحتمالي، بدي اوجد قيمه الف. هلا نيجي الان للحل. الان ما دام انه معطيني اذا هنا عندنا جدول التوزيع الاحتمالي، ما دام معطيني جدول التوزيع الاحتمالي، اذا بدي يكون مجموع الاحتمالات، ما دام هذا يعتبر توزيع احتمالي،
تكون مجموع لام السين أين العزيز الطالب زي ما حكينا يساوي واحد. هلا الآن بمعنى إنه هون بده يكون 3 بالعشرة زائد 1 بالعشرة زائد اللي هي عندنا قيمة ألف، كل هذا لازم يساوي 1 صحيح. وبالتالي إذا بده يكون إذا عندنا 4 من عشرة زائد ألف، كل هذا يساوي 1. هلا بنحل المعادلة هذه، إذا سالب 4 بالعشرة كمان هنا سالب 4 بالعشرة، وبالتالي إذا هذا محل بروح، بمعنى إنه ألف تساوي 1 ناقص 4 بالعشرة. هلا كيف بدي أطرح 1 عزيزي الطالب؟ 1 بالـ4 بالعشرة بحط 1 ونحط هنا عندنا 0، وكمان هاي فاصلة وهاي 4 من عشرة وتحت الواحد بننقص. الآن 0 ناقص 4 لا يجوز، هاي بتصير 0 وهذه بتصير 10، 10 ناقص 4 بتعطيني 6 وفاصلة تنزل، وصفر ناقص صفر يساوي صفر، وبالتالي تساوي 6. إذا عندنا من 10، إذا 6 من 10. هذا بالنسبة اللي هو عندنا عزيز الطالب بالنسبة لمثال اللي هو رقم اللي هو عندنا 2، مثال رقم اللي هو عندنا 2. نيجي الآن لتدريب. إذا عندنا الآن ننتقل إلى تدريب. إذن عندنا تدريب رقم إذن برضو كمان 2، تدريب إذن 2، تدريب اللي هو عندنا 2. على تدريب رقم 2 برضو إذن عزيز الطالب نفس الشيء. الآن شو عامل الآن؟ عندنا معطينا توزيع احتمالي، وبدنا نقول لنا التوزيع احتمال تغيير الأشواء س معطى بالعلاقة، بده قيمة الثابت ثاء. إذا نيجي الآن للحل. الآن هنا عندي الآن ما دام إنه هذا التوزيع توزيع احتمال، بده يكون مجموع احتمالاته إذا تساوي إذا زي ما حكينا إذا مجموع إذا لام السين لازم يساوي 1. يعني يتضمن ذلك الآن بمعنى 2 بالعشرة زائد اللي هو عندنا 3 بالعشرة زائد 1 بالعشرة زائد 2 باء، كل هذا بده يعطيني 1 صحيح. هلا 2 بالعشرة زائد 3 5 بالعشرة زائد 1 6 بالعشرة، هاي 6 بالعشرة. إذا 6 بالعشرة زائد 2 باء زائد إذا عندنا 2 باء، كل هذا بيساوي 1 صحيح. هلا بنخلص من 6 بالعشرة اللي هي سالب 6 بالعشرة، وكمان هنا سالب 6 بالعشرة، يعني 2 باء. طبعا هاي محاي بتروح، بصير عندنا 2 باء تساوي 1 ناقص إذا عندنا 6 بالعشرة، يعني بمعنى 2 باء تساوي 4 من عشرة. بقسم هنا على 2 عزيز الطالب، إذا على 2، إذا باء تساوي 2 من عشرة. إذا هاي قيمة باء اللي بتخلي إذا هذا التوزيع توزيع احتمالي. الآن نيجي إلى اللي هو عندنا إذا عزيز الطالب، هيك نكون خلصنا اللي هو توزيع احتمالي. في عندنا الآن موضوع ثاني اللي هو عندنا اللي هو توزيع ذي الحدين. إذا توزيع، إذا عندنا توزيع وهذا مهم جدا، إذا توزيع، إذا توزيع ذي الحدين، الحدين. إذا هذا إن شاء الله كمان إذا عندنا سهل جدا. الآن في عندنا تعريف، راح نجي له. إذا شو بقول لنا هون عزيز الطالب؟ إذا أجريت تجربة، إذا أجريت تجربة برنولي، هذا اللي هو العالم بالنسبة للعالم برنولي، نون من المرات، وكان إذا هنا في أجريت تجربة إذا نون من المرات، إذا هنا في عندنا نون، وكان احتمال النجاح في المحاولة، إذا النجاح لهذه يعني مثلا شو نجاح؟ يعني مثلا والله خلينا نقول نجاح عملية ما مثلا خلينا نقول 95% 97%، وبالتالي بده يكون نسبة الفشل مثلا إذا كان 97% 3%. وكان س متغير عشوائي ذا حدين،
إذا بده يكون حدين، يعني شو معنى ذا حدين عزيز الطالب؟ يعني بيكون إما أبيض أو أسود، يعني إما نجاح أو فشل، ما في احتمال ثالث. هذا بسموه متغير عشوائي ذا حدين، إذا نجاح مثلا أو فشل. مثلا عندنا لو أجرينا، إذا عندنا لو أجرينا مثلا عملية معينة، إما بتنجح أو مثلا إيش عندنا بتفشل. راح نأخذ إذا عندنا أمثلة على هذا الكلام. إذا كان متغير عشوائي ذا حدين، مثلا على سبيل المثال ممكن الآن إن إذا سددت على جي على مثلا على هدف معين، ممكن أصيب ممكن ما أصيب، وبالتالي إذا كان مثلا عندي نسبة، خلينا نقول نسبة المهارة بالإصابة مثلا خلينا نقول 7 بالعشرة، إذا نسبة الفشل شو بدها تكون عندي؟ اللي هي 3 بالعشرة، وهكذا. وراح يتوضح إن شاء الله من خلال إذا عندنا الأمثلة. إذا وكان س متغير عشوائي ذا حدين، إذا في عندنا إذا تعتمد المتغير العشوائي في حدين. إذا نون قلنا اللي هي عبارة عن إيش، شلون هاي بسموها إذا معاملة، نون وألف، أي أن س عدد مرات النجاح ونون مستقلة، فاحتمال النجاح في راء. هلا بهمنا إذا هذا القانون، إذا عزيز الطالب إنه لام للس تساوي راء، إذا هذا القانون اللي بدنا طبعا نشتغل عليه، وراح نحفظه من خلال تطبيق لا. إذا راء تنتمي إلى الفترة، إذا بيكون عندنا نون فوق راء، إذا ألف اللي قلنا اللي هي النجاح، إذا أس، إذا عندنا راء، وبعدين هنا عندنا 1 ناقص ألف قوة نون ناقص اللي هو عندنا راء. يعني بمعنى إنه دائما ألف عزيز الطالب شو بتكون عندي؟ إذا عندنا فوقيها راء، إذا هاي بتكون فوقيها راء. الآن 1 ناقص باء اللي هي الفشل قلنا، إذا بده يكون بدي أطرح الآن اللي هو عندنا نون، إذا ناقص اللي هو عندنا راء. هذا بالنسبة اللي هو عندنا للتعريف النظرية اللي هي ذات، أو النظرية ذات الحدين أو توزيع ذات الحدين. خلينا نأخذ أمثلة إذا على هذا الكلام. إذا نأخذ أمثلة، ناخذ له مثال. اذا مثال رقم ثلاثة، اذا معطينا اذا هون عزيز الطالب قلنا اذا كان س متغير عشوائي ذا حدين معاملة، اذا معطيني اذا هون نون، اذا عندنا نون، اذا عندنا نون عزيز الطالب، اذا نون تساوي قديش هون عندي؟ نون تساوي اللي هي عندنا 3، وألف شو معطيني إياها؟ ألف تساوي 4 من 10، 4 من 10. الآن كمان فجد قيمة كل مما يأتي. الآن عندنا طبعا راء هنا تساوي 2 هنا. الآن شو بده؟ وظل عندي أوجد اللي هو عندنا، إذا بدي أوجد، خلينا الآن نحل ألف اللي هو بده لام السين تساوي 2، لام السين تساوي 2. إذا قلنا القانون اللي هو عندنا لام السين تساوي راء، إذا عزيز الطالب قلنا يساوي نون فوق راء، نون فوق راء ضرب ألف للقوة راء ضرب اللي هو 1 ناقص ألف للقوة، طبعا نون ناقص اللي هي عندنا راء. هلا لو بنحكي لام السين تساوي 2، يعني قيمة نون إذا عزيز الطالب قديش هون عندنا؟ 3، وهون في عندنا 2، إذا ضرب اللي هي عندنا ألف اللي هي 4 بالعشرة للقوة، طبعا هون 2 ضرب اللي هي عندنا 1 ناقص 4 بالعشرة اللي هي يعني 6 بالعشرة. كيف أوجدناها؟ هاي 1 صحيح، إذا عزيز الطالب ناقص 4 بالعشرة اللي هي عبارة عن 0 ناقص 4 لا يجوز، هاي بتصير 10، وهاي بصير 0. 10 ناقص 4 اللي هي عبارة عن 6 من 10. إذا 6 بالعشرة فوق 3 ناقص 2 اللي هي بده يكون عندنا هنا القوة 1. هلا 3 فوق 2، إذا هاي يعني 3 ضرب، إذا عندنا 2 على 2، 2 مضروب اللي هي 2. إذا هاي كمان 2 مع 2 بتروح ضرب اللي هو 4 تربيع اللي هي عبارة عن 16%. ضرب اللي هو عندنا 16% اللي هي ضرب 6 اللي هو عندنا بالعشرة. وهذا ايش يساوي عزيز الطالب؟ اللي هو عندنا 16 ضرب 6
إذا عندنا 16 إذا ضرب 6 بضربها 36، 6 اللي هو عندنا 96، وبنضرب الناتج في 3، 3 ب 6 اللي هي 18، و9 27 28، يعني بده يكون إذا عندنا 288. إذا عندنا بالألف 288، إذا عندنا بالألف. بنعد 3 منازل، 1 2، وهنا كمان منزلة، 1 2 3، بنحط الفاصلة العشرية. هلا رقم 2، إذا عزيز الطالب هلا بده لام السين، إذا عندنا لام السين اللي هي أكبر من أو يساوي 1. هلا لو بنحكي لي لام السين أكبر من أو يساوي 1، إذا لام السين أكبر من أو يساوي 1 اللي هي عبارة عن لام السين تساوي 1، لام السين تساوي 1 زائد لام السين تساوي 2، لام السين تساوي 2 زائد اللي هي عندنا لام السين تساوي قديش، هون عندي لام السين تساوي 3. إذا أكبر من الواحد، إذا من الواحد طبعا هنا قيمة نون قديش هون بده يكون عندي اللي هي عندنا ما يتعدى 3. وبالتالي إذا هذا، إذا كيف الآن نقدر نكتبها لام السين أكبر من أو يساوي 3 اللي هي عبارة عن عبارة عن طبعا هنا إيش الناقصون عزيز الطالب؟ له صفر. بدال ما أوجد هاي وهاي وهاي، إذا أخذ وقت معي، إذا بوجد الآن 1 ناقص لام السين تساوي صفر. لام السين تساوي صفر. ليش الآن ليش عملت هيك؟ لأنه نوضحها هون، يعني إنه عندي لام السين تساوي صفر، إذا زائد، إذا عندنا لام السين تساوي 1 زائد لام السين تساوي 2 زائد لام السين تساوي 3، كل هذا إذا لازم يساوي عندنا 1. هلا أنا بدي إيش هون عندي؟ بدي هذا المقدار، إذا هذا المقدار، إذا ما نقول اللام السين تساوي صفر للجهة الثانية، بصير عندنا 1 ناقص لام السين تساوي صفر. وبالتالي بدال ما أوجد اللي هو عندنا 3 قيم هون، ياخذ معي وقت كثير في الامتحان، إذا بوجد الآن لام السين تساوي صفر. إذا عندنا لام السين، إذا عندنا عزيز الطالب، إذا لام السين تساوي اللي هي عندنا صفر بوجدها، اللي هي عبارة عن 3، إذا فوق الصفر، إذا ضرب اللي هو عندنا 4 من 10، إذا برضه كمان قوة صفر، ضرب إذا قلنا 6 من 10 للقوة، إذا عندنا 3، وهذا تساوي 1 ضرب 1 ضرب على 6 ب6 اللي هو عندنا 36، إذا عندنا 36 ضرب 6، 6 ب6 كمان 36، 18 اللي هي 216، إذا 216 بس بالألف، لأنه عندنا 6 ب6 إذا 3 منازل. الآن نرجع الآن، إذا نقول له إذا لام السين، إذا لام السين أكبر من أو يساوي 1 اللي هو عبارة عن 1 صحيح ناقص 216، إذا عندنا بالألف. هلا الآن باجي أقول 1، بحط الآن عندنا 3 أصفار بهذا الشكل، ناقص إذا عندنا هاي 6 وهون عندنا 1، هاي 2، وبعدين بجي بطرح الآن هاي بصير 10، هاي بصير 9، هاي بصير 9، وهاي بصير 0. هلا 10 ناقص 6 اللي هي 4، 9 ناقص 1 اللي هي 8، 9 ناقص 2 اللي هي 7، والفاصلة بتنزل، والفاصلة بتنزل، يعني هذا يساوي اللي هو 784، إذا عندنا بالألف، إذا 784 عندنا بالألف. هذا عزيز الطالب بالنسبة اللي هو عندنا المطلوب، إذا عندنا رقم 2، إذا المطلوب منا إذا رقم 2،
فلما نيجي إذا عجز الطالب إلى رقم ثلاثة، إذا عندنا رقم، إذا اللي هو عندنا رقم ثلاثة، رقم ثلاثة شو بقول إنه هنا بده لام السين أقل من الاثنين، إذا لام إذا عندنا للسين أقل من الاثنين. هذا شو معنى لام السين أقل من الاثنين؟ اللي هي عبارة عن، إذا قلنا سين اللي هي عبارة صفر وواحد اثنين وثلاثة، وبالتالي بده يكون لام، إذا هاي سين تساوي صفر زائد اللي هي عندنا لام السين تساوي اللي هو عندنا الواحد. لام السين تساوي صفر ولام السين تساوي واحد. هل لام السين تساوي صفر أوجدناها اللي هي عبارة عن إيش هون عندي؟ لام السين تساوي صفر اللي هي 216. إذا هذه إذا عجز الطالب تساوي 216، هاي 216 طبعا بالألف، 216 بالألف. طلع عندي أوجد اللي هي لام السين تساوي واحد. إذا بوجد الآن لام السين تساوي واحد اللي هي زي ما حكينا عبارة عن ثلاثة، إذا فوق الواحد ضرب اللي هي عندنا الأربعة بالعشرة مرفوع القوة واحد ضرب ستة بالعشرة مرفوع القوة اللي هو عندنا اثنين. هلا الآن هذه تساوي ثلاثة ضرب، إذا عندنا أربعة بالعشرة ضرب 36%، 36 إذا عندنا بالمية. وبنضرب الآن، إذا عندنا أربعة، نضرب الآن أربعة بالعشرة 36، إذا ضرب، إذا عندنا أربعة هاي 24، 12 14، والناتج كمان نضربه في ثلاثة، إذا هاي 12 13، وكمان عندنا 3 × 3 اللي هو يساوي 432، طبعا هذا بالألف. إذا الآن ثلاث منازل. ارجع الآن هنا زائد اللي هو 432، إذا عندنا عجز الطالب الألف، وهذا يساوي 6 زائد 2 إذا عندنا 8، و1 زائد 3 اللي هي عندنا 4، واثنين زائد أربعة اللي هي ستة، وإذا بنزل الفاصلة، إذا ويساوي 648. هذا عزيزي الطالب بالنسبة لمثال الرقم اللي هو مثال رقم ثلاثة، مثال رقم اللي هو عندنا ثلاثة. ننتقل الآن إلى تدريب رقم، إذا عندنا تدريب رقم خمسة. تدريب رقم ثلاثة. لا إذا هذا التدريب، إذا عندنا ثاني رقم ثمانية أتوقع، إيه كمان، نضرب كمان هذا، رقم سبعة. إذا هذا عندنا، إذا عزيز الطالب تدريب رقم اللي هو تدريب رقم ثلاثة، قلنا إذا كان س متغير عشوائي ذا حدين معاملة، إذا معطين المعاملات مو تساوي ستة وألف تساوي، فجد كل مما يلي. هلا الآن بنفس الطريقة، إذا عزيز الطالب، إذا عندنا الحل الآن، الآن بده لام السين تساوي خمسة، لام السين تساوي خمسة، إذا ويساوي اللي هو عندنا طبعا عندنا نون ستة، يعني بده يكون 6 فوق 5، إذا مضروب في قديش ألف اللي هي 7 بالعشرة، طبعا 7 بالعشرة مرفوع للقوة قديش هون عندنا 5، إذا ضرب اللي هو عندنا 3 بالعشرة اللي هي 1 ناقص 7 بالعشرة، و6 ناقص 5 اللي هي 1. هلا خلينا نضرب السبعة في الآن 5 مرات، هلا قلنا 7 ضرب 7، إذا ضرب، إذا عندنا 7، إذا ضرب 7. ضرب 7، لو ضربنا الآن 49 ضرب 49، إذا هذا عزيز الطالب 81، يعني 1 بالـ 8، 36 في 36 و8
إذن 44. بنحط صفر الآن، 4 في 9 36، 36 16 اللي هو عندنا هنا 19. بجمعهم الآن، هاي 1 هاي 0 10 14، إذن عندنا 2. هلأ الآن بدي أضرب كمان في 7، إذن هاي 7 هاي 0 28 14، إذن عندنا 16. إذن ويساوي، إذن عندنا ويساوي هلأ، إذا 7، إذا بنعد كم منزل هون عندي؟ اللي هو عندنا 5 منازل، 1 2 3 4 5، وبعدين بضع الفاصلة العشرية. هلا 6 إلى القوة اللي هو عندنا، اللي هي تطلع معنا 6، اللي هي 6 ناقص 5 فيها 1، وبالتالي تعطينا 6. إذا ضرب اللي هو عندنا، قلنا هذا الرقم اللي هو عندنا 16807، إذا عندنا بالعشر بالـ100 ألف. إذا ضرب طبعا 3 بالعشرة اللي هي ضرب اللي هو عندنا 3، إذا هاي 3 بالعشرة. هلا الآن ويساوي، الآن نضرب هذا برضه كمان في 3، إذا 3 في 7 21، 0 2 24، 18 20، 3 في 1 3 إذا 5، بنحط الفاصلة. الآن هنا بده كمان عندنا بصير عندنا 6، إذا 6 إذا ضرب، إذا هذا اللي هو عندنا 1 2، إذا 4 0 5، وكمان هنا في 0 لأنه هون عندنا 3 بالعشرة. نضرب الآن كمان نفس العملية، إذا ويساوي اللي هو عندنا 6 6 ضرب 2 12، 6 بـ4 24 25، إذا 0 2، 6 في 0 0، إذا عندنا هذا بالنسبة اللي هو لام السين تساوي اللي هو عندنا 5، لام السين تساوي 5. وبالتالي إذا أنا طالب، إذا هون بدنا شوية مهارة بالنسبة للحساب. رقم 2 هاي رقم 1، إذا رقم اثنين اللي هي عبارة عن لام السين، إذا لام السين أكبر من أو يساوي قديش هون عندنا؟ 4. هل لام السين أكبر من أو يساوي 4؟ يعني لام السين عزيز الطالب تساوي 4 زائد اللي هو لام السين تساوي 5 زائد اللي هو عندنا لام السين تساوي اللي هي عندنا 6. هلا لام السين تساوي 5 اللي هي عندنا حسبناها، بضل عندي هون لام السين تساوي 4. الآن لام السين تساوي اللي هي عندنا 4، لام السين تساوي 4، إذا لام السين تساوي اللي هي عندنا 4، وتساوي زي ما تعلمنا اللي هو عندنا هاي 6 فوق 4 ضرب ألف اللي هي عبارة عن 7 بالعشرة ضرب 3 بالعشرة، وعندنا قلنا هاي بتصير هون وهاي بتصير عندنا 2، وعندنا لام السين تساوي 6 اللي هي تساوي برضو 6 فوق 6، إذا ضرب 7 بالعشرة فوق 6، إذا ضرب اللي هو عندنا 3 بالعشرة للقوة 0. وبنحسب إذا عزيزي الطالب هذه الأشياء تتدرب عليها وبنجمعهم مع إذا هذه القيم حتى ما الوقت الحصة إذا ما يكون كبير من الفيديو. هذا بالنسبة للتدريب اللي هو عندنا تدريب رقم 3، تدريب رقم اللي هو عندنا 3. هلا في عندنا مثال رقم 8، إذا مثال رقم 8، مثال عفوا رقم 4 اللي هو رقم 8. الآن هون بقول لنا إذا كان سين متغير عشوائي ذا حدين ومعاملة، إيش هون نون تساوي 3 وال تساوي، جد كل مالي قيم سين. الآن إذا هنا إذا عزيز الطالب إذا بده قيم سين، طبعا هون قيم سين بدها تأخذ لو ما تتعدى قيمة نون،
يعني قيمة السين هنا إذا عزيز الطالب، إذا قيم سين إما صفر أو واحد أو اثنين أو ثلاث، أو إذا عندنا ثلاث. جدول التوزيع الاحتمالي يعني نفس العملية، إذا عزيز الطالب بدأ أوجد لام السين تساوي صفر. الآن لام سين تساوي صفر لأن هذا توزيع احتمالي ذا حدين، وبالتالي بده يكون إذا عندنا هنا نون ثلاثة إذا فوق صفر، إذا ضرب اللي هو عندنا قيمة ألف اللي هي ثلاث بالعشرة، الفشل راح يكون إذا عندنا سبعة بالعشرة، وقلناها بتكون هون وهون بده يكون إذا عندي ثلاثة. طبعا نحسب إذا هذا برضه كمان، خلينا نحسب هاي بس فقط عزيز الطالب والباقي أنت بتحسبه. إذا هاي تساوي واحد وهاي واحد، وسبعة قلنا في سبعة تسعة وأربعين، تسعة وأربعين في سبعة ثلاثة وستين، ثمانية وعشرين إذا أربعة وثلاثين، يعني ثلاثمية. إذا ويساوي ثلاثمية وثلاثة وأربعين بالألف، ويساوي ثلاثمية وثلاثة وأربعين إذا عندنا بالألف. هلا شو ظل عندنا كمان؟ نوجد إذا لام السين تساوي واحد، إذا ويساوي إذا قلنا ثلاثة فوق واحد، إذا ضرب ثلاثة بالعشرة برضه قوة واحد، ضرب اللي هي عندنا سبعة بالعشرة قوة اثنين وبنحسبها، ولام السين تساوي ثلاثة اثنين عفوا اللي هي تساوي إذا ثلاثة فوق اثنين ضرب ثلاثة بالعشرة تربيع ضرب اللي هي عندنا سبعة بالعشرة أس واحد، برضو كمان ضل عندنا لام السين تساوي ثلاثة، سين تساوي ثلاثة اللي هي ثلاثة فوق ثلاثة ضرب ثلاثة بالعشرة فوق ثلاثة أس ثلاثة ضرب سبعة بالعشرة إذا أس صفر. وبنحسب كل واحد عزيز الطالب، وبنكون جدول التوزيع الاحتمالي اللي هو عندنا بهذا الشكل. هاي مكتوب هنا سين، وهنا عندنا لام السين، وبنو طبعا صفر، وهنا واحد، وهنا اثنين، وهنا ثلاثة. مثلا هنا حسبنا اللي هو لام الصفر اللي هي 343 إذا عندنا بالألف، وبنحسب ونكون جدول التوزيع إذا عندنا الاحتمالي. أنا ظل عندنا بنفس الطريقة إذا عزيز الطالب، إذا آخر تدريب، آخر تدريب، تدريب رقم اللي هو عندنا أربعة. إذن تدريب رقم أربعة، التدريب رقم أربعة إذن عزيز الطالب قلنا غرس أو غرس مزارع سبع شتلات، وكان احتمال نجاح الشتلة اللي هي 60%، ما احتمال نجاح أو غرس ثلاث شتلات إذن على الأقل، إذن ما احتمال نجاح إذن عندنا غرس ثلاث شتلات إذا على الأقل. يعني الآن طبعا هنا قيمة نون، إذا قيمة نون إذا عزيز الطالب اللي هو عدد الغرسات اللي هو بده يكون عندنا إذا سبعة، وكمان قيمة ألف اللي هي عبارة عن 60%. هلا 60% يعني عبارة عن إيش؟ هنا عبارة عن 60/100 عزيز الطالب، وبختصرها اللي هي عبارة عن 6 بالعشرة، يعني هذا الصفر مع الصفر بروح بضل عندنا 6 بالعشرة. هلا بده ايش هنا؟ ما احتمال نجاح غرس ثلاث شتلات على الاقل، يعني بده لام اذا سين اكبر من او يساوي اللي هو عندنا ثلاثة، وهذا يساوي لام السين تساوي اربعة تساوي ثلاثة، زائد لام السين تساوي اربعة، زائد اللي هو عندنا لام السين تساوي خمسة، زائد لام السين تساوي ستة، زائد لام السين تساوي سبعة. طبعا أنا بدي أوجدهم هذول عزيز الطالب راح يأخذ معنا وقت كثير، بس الآن هذول شو الآن دائما بطرح، إذا الآن واحد من مجموع الناقصات. هلا شو ناقصون عزيز الطالب؟ اللي هو الصفر، يعني من يعني تقريبا واحد اثنين ثلاثة، يعني بخفف علينا اثنتين، اللي هي لام السين تساوي صفر زائد لام السين تساوي اللي هي واحد، زائد لام السين، لام السين تساوي اللي هو عندنا اثنين،
وبنجمعهم هذول وطبعا نوجدهم عجز الطالب. خلينا نوجد مثلا لام سين تساوي صفر، هاي مثلا لام السين تساوي صفر واحدة بس والباقي انتبه له، اللي هو عندنا الصفر إذا 7 فوق 0، إذا عندنا ألف اللي هي 6 بالعشرة، إذا أس صفر ضرب اللي هو عندنا 4 بالعشرة اللي هو القوة اللي هو عندنا 7، القوة 7. إذا هو لو هذا كله يساوي 1 أرباع 1، بدي أضرب الأربعة في نفسها 7 مرات عزيز الطالب وبوجد اللي هو عندنا الناتج. هذا بالنسبة إذا عزيز الطالب بالنسبة للي هو عندنا درسنا. هلا في عندنا إذا في عندنا برضه كمان حل تمارين، إذا تمارين الأسئلة الآن خلينا هيك ناخذ بس نوضح إذا حل تمارين مشان ما برضه كمان إذا عندنا حتى الفيديو ما يكون في عندنا ياخذ وقت كبير. إذا الأسئلة هذه صفحة قديش يا عزيز الطالب؟ صفحة 245، صفحة 245. هلا عندنا السؤال الأول خلينا نشوف نناقشه. إذا دل المتغير عشوائي س على مجموع العددين الظاهرين في تجربة إلقاء قطعة مرت وملاحظة الرقمين الوجهين الظاهرين في أجوبة. هلا هنا إذا عندنا عزيز الطالب إذا س شو تعني هون؟ مجموع الوجهين الظاهرين، الوجهين إذا عندنا الظاهرين، مجموع الوجهين الظاهرين في تجربة إلقاء حاجة في تجربة إلقاء، إذا إيش التجربة؟ إذا في تجربة إلقاء حجري نرد، إذا إلقاء إذا عندنا حجري اللي هو عندنا حجري اللي هو عندنا نرد. وبقول لنا ملاحظة اللي هو الرقمين إذا على الوجهين الظاهرين، فأجب عما يأتي. الآن ألف شو بده ألف هون؟ إذا عندنا إذا بقول ما القيم التي يمكن أن يأخذها المتغير العشوائي س؟ إذا قيم س هنا، إذا إيش ممكن تظهر هون عندنا قيم س؟ إذا عزيز الطالب الآن عشان نوضح الأمور، إذا عزيز الطالب الآن لما تكون في عندنا حجري نرد، يعني بمعنى إنه عندي مثلا هذا 1، هاي 2، هاي 3، هذه 4، هذه 5، وهذه 6، والحجر الثاني نفس العملية، خلينا 1 2 3 4 5 اللي هو عندنا 6. الآن ممكن يظهر عندنا إذا دل المتغير العشوائي المجموع العددين الظاهرين، إذا ممكن يظهر عندنا اللي هو أقل إشي 2، 1 زائد 1، ممكن يكون عندنا 2، ممكن يكون 3، ممكن يكون 4، ممكن يكون 5، ممكن يكون 6، ممكن يكون 7، ممكن يكون 8، ممكن يكون 9، ممكن يكون 10، ممكن يكون 11، وممكن يكون 12، اللي هي 6 و6 آخر إشي. هل هذا اللي هو خلينا نقول اللي قيم س اللي الآن ما راح نوجدهم كلهم إذا عزيز الطالب مشان الوقت، مثلا بدي أوجد لام بس نوضح لك كيف الطريقة. مثلا لام السين هذا نيجي الآن لفرع باء، إذا عندنا هنا فرع باء، إذا فرع باء لام السين مثلا تساوي 2. هلا كيف بدي أوجد لام السين تساوي 2؟ مثلا عندنا 1 و1 ما في غيرهم، اللي هو لام السين تساوي اللي هو عندنا 2 اللي هو فقط إذا عندنا زوج مرتب من 36، يعني بده يكون 1 على 36، هذا لام السين تساوي اللي هو عندنا لام السين تساوي 2. مثلا لو بدي أوجد لام السين تساوي 3، لام السين تساوي 3، خلينا نشكلهم الآن هون عندي على السريع. الثلاثة مثلا عندنا 1 و2، إذا هاي إذا هون خلينا نقول 3، إذا 1 و2، هاي 1 و2، كمان عندنا 1 و2 برضو كمان ما في غيرهم، يجي كمان 2 و1، إذا عندنا 2 وكمان 1، إذا راح يكون إذا لام السين تساوي 2 برضو كمان على 36، على 36. هلا مثلا لام السين تساوي 4، لام السين تساوي 4، الآن يجي هون الأربعة، إذا بنشكل الآن اللي 4 مثلا 1 و3، هاي 1، إذا عندنا 3، نيجي الاثنين 2 و2، هاي 2 و2، 2 و2، الثلاثة برضو 3 و1، إذا 3 و1،
الأربعة إذا عندنا ما بنقدر بس إذا فقط هذول الأعداد. إذا بده يكون دام السين تساوي إذا عندنا الأربعة اللي هي ثلاثة، الأربعة قلنا واحد وثلاثة واثنين واثنين وثلاثة، وإيش هون عندي؟ ثلاثة وواحد. الأربعة ما بنقدر نجمعها، مثلا أربعة زائد واحد إذا عزيزي الطالب ما بعطينا أربعة، وبالتالي بده يكون ثلاثة على 36، ثلاثة على 36. الآن بدي أوجد مثلا خمسة، إذا كان مجموعهم خمسة إذا واحد وأربعة، أي واحد وأربعة. كمان عندنا الاثنين وثلاثة، أي اثنين وثلاثة. وكمان إيش كمان عندنا؟ اثنين وثلاثة وثلاثة واثنين، ثلاثة واثنين وأربعة وواحد، هاي أربعة وواحد وبس، ما في غيرهم الخمسة. إذا بدها تكون إذا لام السين، إذا عزيز الطالب هنا لام، إذا السين تساوي خمسة اللي هي عبارة عن واحد اثنين ثلاثة، اللي هي أربعة على 36، أربعة على ستة، إذا عندنا 30. اللي لام السين تساوي ستة، إذا عندنا لام السين، إذا لام السين تساوي ستة، إذا يكون مجموع إذا يساوي ستة. الآن نفس الطريقة، الآن إذا عندنا الستة بده يكون عندنا الواحد مع الخمسة، هاي واحد وخمسة، وكمان اثنين مع الأربعة، هاي اثنين وأربعة، اثنين وأربعة، وكمان إذا اثنين، وبعدين يجي للثلاثة مثلا الثلاثة وثلاثة، هاي الثلاثة وثلاثة، الأربعة أربعة واثنين، هاي أربعة واثنين، وإيش كمان عندي اللي هي خمسة، أربعة واثنين، أربعة واثنين، واحد اثنين ثلاثة أربعة. بس اللي هو عندنا هذا بده يكون عندنا إذا أربعة وفقط، أربعة واثنين ومجموع، والخمسة كمان خمسة مع الواحد، إذا خمسة مع الواحد، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، بده يكون مجموعهم إذا خمسة من 36. اللي ظل عندنا لام السين تساوي سبعة، لام السين تساوي سبعة، إذا السبعة إذا بده يكون الواحد مع الستة، إذا الواحد إذا مع الستة، وكمان اثنين مع الخمسة، هاي اثنين مع الخمسة، والثلاثة مع الأربعة، ثلاثة مع الأربعة، وكمان إذا عندنا الأربعة مع الثلاثة، والخمسة مع الاثنين، خمسة مع الاثنين، والستة لا الستة، والستة مع الواحد كمان، إذا عندنا الستة مع الواحد، وبالتالي عددهم واحد اثنين ثلاثة اللي هو ستة، إذا يساوي ستة، إذا على 36، ستة على 36. وظل عندنا كمان إذا لام السين تساوي اللي هو عندنا لام السين تساوي ثمانية، لام السين تساوي إذا عندنا ثمانية، نفس الطريقة إذا عزيز الطالب، إذا الثمانية اللي هي عندنا الواحد، الثمانية هنا الواحد مع الواحد ما بيرتبط، اثنين مع الستة، اثنين مع الستة، والثلاثة مع الخمسة، والأربعة مع الأربعة، والخمسة مع اللي هي خمسة مع الثلاثة، والستة مع الاثنين، والستة مع الاثنين وبس. أتوقع ما في غيرهم، إذا وعدتهم برضه كمان هذول خمسة، إذا خمسة إذا على 36. اللي ظل عندنا لام السين تساوي تسعة، لام السين تساوي تسعة، التسعة إذا عزيز الطالب إذا بده يكون واحد ما بيزبطش، الاثنين بزبطش، الثلاثة مع الستة، إذا ثلاثة مع الستة، والأربعة مع الأربعة مع الخمسة، أربعة مع الخمسة، والكمان الخمسة مع الأربعة، والستة مع الثلاثة، ستة مع اللي هي ثلاثة، يعني أربعة على 36، أربعة وثلاثين. إذا ظل عندنا لام السين تساوي عشرة، العشرة اللي هي اثنين ثلاثة، أي أربعة وستة، إذا أربعة وستة،
يعني هون 4 مع 6 و6 مع 4 وال5 مع 5 يعني 3 برضو كمان 3 على 36 وال11 إذا لام السين تساوي 11 اللي هي عبارة عن برضو ال11 5 و6 و6 و5 على 2 إذا ما في غيرهم 2 على 36 ولام السين تساوي 12 اللي هي عزيز الطالب بده يكون 6 و6 فقط إذا يعني 1 على 36 أنا بدي أجمع الآن أشوف الآن صح ولا لا 1 زائد 2 3 3 3 6 إذا عندنا هاي 6 عندنا 4 و5 9 9 6 15 هاي عندنا 15 وعندنا 5 و4 9 كمان إذا عندنا 12 وكمان عندنا هنا اللي هي عندنا 2 و1 اللي هو عندنا 3 هلا لازم نطلع مجموعهم 36 5 10 هاي 16 1 إذا 36 على 36 بده يعطيني وبالتالي نعمل جدول عزيز الطالب نوجد احتمال كل واحدة زي ما تعلمنا هذا بالنسبة للسؤال اللي هو عندنا السؤال الأول السؤال الأول هلا ننتقل للسؤال الثاني إذا كان التوزيع الاحتمالي سؤال رقم 2 سؤال رقم 2 بيقول لنا معطيني جدول التوزيع الاحتمالي بده قيمة باء أو قيمة ألف إذا باجي بقول إذا 5 بالعشرة زائد إذا 1 بالعشرة زائد اللي هو عندنا ألف زائد واحد يساوي لازم يعطيني اللي هو واحد صحيح هلا بيجمع الآن 5 زائد 1 يعني 1.6 من عشرة زائد ألف هذا يساوي 1 يعني تضمن ذلك قيمة ألف تساوي يعني لو جمعنا سالب 1.6 بالعشرة كمان سالب 1.6 من عشرة تعطيني سالب إذا عندنا 6 من عشرة هذا عزيز الطالب إذا عندنا بالنسبة اللي هو سؤال 2 السؤال 3 سؤال 3 حلينا مثله إذا كان مسير متغير عشوائي نون تساوي ألف تساوي 4 إذا عندنا بس هنا يعني خلينا نحكي اللي هي فكرة جيم هون عزيز الطالب خلينا نحل جيم هنا مهم جدا جيم اللي هي عبارة عن لام يعني سين أقل من أو يساوي واحد هذه اللي هو واحد ناقص لام السين تساوي صفر إذا لام سين تساوي صفر وهذه تساوي واحد ناقص اللي هي عندنا قيمة نون أربعة يعني أربعة فوق صفر وقيمة ألف اللي هي عبارة عن ستة بالعشرة وقيمة باء اللي هي أربعة بالعشرة بس هاي هون صفر وهون عندنا أربعة وبنوجد الناتج نطرحهم الآن ألف مباشرة وباء اللي بده أخذ الأربعة والخمسة وباء كمان خلينا نحل باء معلش إذا باء شو نقول لك لام السين أكبر من أو يساوي أربعة إذا هون اللي هي نفسها لام السين تساوي أربعة ليش يا أستاذ؟ لأنه هون عندنا نون قديش هون عندي اللي هي الأربعة وبالتالي لا يمكن قيمة راء تتعدى قيمة نون وعندنا لام سين تساوي 2 حلينا سؤال مثل ننتقل الآن إلى آخر سؤال وهذا مهم جدا وعادة بيجيبوه في الامتحان التوجيهي اللي هي بيقول لنا في صندوق يحتوي إذا على 5 كرات 3 منها حمراء إذا عندنا هذا السؤال رقم 4 سؤال رقم 4 إذا في عندنا إذا عندنا 5 إذا عندنا هذا صندوق إذا هذا هذاك صندوق إذا هذا عندنا خلينا نحكي صندوق هذا الصندوق بقول لنا شو فيه هذا عزيز الطالب في عندنا كرات حمراء إذا هاي عندنا هاي خلينا نقول حمراء عدد الكرات بقول لنا صندوق يحتوي 5 كرات 3 حمر إذا 3 حمر والبقية زرقاء إذا الزرقاء خلينا نرمز لها ما دام الألوان موجودة إذا هاي خلينا نقول الزرقاء وبالتالي الزرقاء بده يكون عددها قديش هون عندي بده يكون عددها 2 لأنه كله موجود فيه عندنا قديش 5 كرات هلا الآن والبقية زرقاء إذا سحبت من الصندوق 4 كرات على التوالي مع الإرجاع الآن ونقول لنا سحبت إذا عندنا إذا سحبت من الصندوق 4 كرات على التوالي بمعنى إنه قيمة إذا عندنا
إذا قيمة لو عندنا نون اللي هي قديش قيمة نون هون عزيز الطالب تساوي 4. إذا قديش قيمة نون اللي هي عفوا إذا سحبت من الصندوق قديش عندنا 4 كرات على التوالي مع الإرجاع. إذا عندنا هنا إذا عدد جراء التجربة قديش عندنا إذا 4 مرات. إذا نون تساوي 4 ودل المتغير العشوائي. الآن في عندنا كمان إذا قلنا المتغير العشوائي اللي هو سين اللي هو عارفين يا سين خلينا نكتبه سين اللي هو إيش يعني هون عدد الكرات الحمر. إذا عدد إذا الكرات إذا عندنا الحمراء سين عدد الكرات الحمراء المسحوبة. بدنا نعمل جدول إذا بدنا نعمل جدول توزيع احتمالي إذا لهذه إذا لهذا إذا جدول توزيع احتمالي لهذا المتغير العشوائي اللي هو عندنا سي. إذا هنا طبعا في عندنا لما نسحب إذا عزيز الطالب إذا الكرة إما بتطلع عندنا إما حمراء أو إذا زرقاء وبالتالي هنا ما في عندنا احتمال ثالث أو بالتالي بده يعطينا إذا إما نجاح أو فشل ممكن مثلا ممكن يكون مثلا خلينا نقول لون ثالث وبالتالي بس احنا بنركز على ايش هون عندنا نجاحنا انه تطلع كره حمراء. اذا ممكن تطلع حمراء او تطلع غير حمراء بغض النظر شو موجود اذا عندنا بالكرات. وبالتالي اذا هنا اذا عندنا اذا عندنا قيمه سين شو راح تاخذ الان هنا عندنا سين سين اللي هي مجموعه الارقام من 0 1 و2 و3 وكمان اذا عندنا 4. إذا لام السين تساوي 0 وألف إيش هون عندنا؟ ألف اللي هي تمثل النجاح لإحتمال تطلع معنا حمراء اللي هي 3 من 5. إذا 3 إذا على اللي هي عندنا 5. الآن نوجد الآن مثلا لام السين تساوي 0 لام السين تساوي 0 اللي هي تساوي اللي هي عندنا اللي هي عندنا 4 إذا فوق 0 ضرب النجاح اللي يقولنا 3 على 5. الآن كمان الفشل تطلع كرة زرقاء اللي هي يعني 2 على 5 وهذه فوقيها 0 وهاي عندنا 4 وهذا بيساوي 16 على 625 625. هلا مثلا لام السين تساوي 1 لام السين تساوي 1 اللي هو نفس الطريقة 4 فوق 1 آسف إذا ضرب إذا 3 على 5 قوة 1 ضرب 2 على 5 برضو كمان القوة 3 وهذا برضو كمان تساوي الآن 4 فوق 1 اللي هي عبارة عن 4 إذا ضرب 3 في 8 اللي هي 16 إذا 16 إذا برضو كمان على 625 اللي هي 5 قوة 3 و5 قوة 1 وهذا بيعطيني 64 على 625. هلا كمان لام السين تساوي 2 لام السين تساوي 2 اللي هي 4 إذا فوق 2 إذا ضرب 3 إذا على 5 إذا عندنا هنا تربيع ضرب 2 على 5 إذا كمان إذا عندنا تربيع ويساوي اللي هي 4 ضرب 3 على 2 مضروب على 2 ضرب اللي هو عندنا 9 على 25 9 على 25 ضرب 4 على 25 وهذا بيساوي إذا خلينا نكتبه هون اللي هو عبارة عن 2 مع بتروح فيها اللي هي عندنا 2 اللي هي عبارة عن 6 9 في 4 إذا 6 في 36 6 في 36 على اللي هو كمان 625 وهذا يساوي 6 في 6 36 18 اللي هو برضه كمان 216 على 625. هلا ظل عندنا نوجد لام السين تساوي 3 إذا عندنا لام السين تساوي 3 إذا وتساوي إذا عزيز الطالب اللي هي عندنا اللي هي 4 برضو كمان فوق 3 ضرب إذا عندنا 3 على 5 ضرب 2 على 5 اللي هي هنا 3 وهنا 1 إذا ويساوي هاي 4 اللي هي يعني اللي هي تعطيني 4 إذا ضرب 4 ناقص 3
اللي هي تعادل 4 فوق 1 اللي هي 3 اللي هي 27، 27 ضرب 2 اللي هي 54، إذا على برضو كمان على 625، إذا وهذا بيساوي اللي هو عبارة عن 4 ب 4 اللي هو عندنا 16، 20 برضو كمان 216 على 625. ضل عندي نوجد الآن كمان اللي هو عندنا عزيز الطالب اللي هو بنجد لام السين تساوي 4، لام السين تساوي 4 اللي هي تساوي نفس العملية، إذا 4 فوق 4 إذا ضرب 3 على 5 اللي هو فوق 4 ضرب 2 على 5 عفوا أس 4 أس أس 0 لا هنا أس 0 إذا هذا إذا هاي مضبوط القوة 4 وهون 2 على 5 القوة 0 إذا هذا ويساوي 1 إذا ضرب 3 في 3 9، 9 في 9 81، 81 يعني هنا 81 برضو كمان إذا كلها طبعا القوة على 625 وهذا يساوي 81 على 625. هذا عزيز الطالب احتمال كل اللي هو عندنا قيم س اللي طلعناها اللي هي بين 0 و 1 2 3 و 4. هلا بنقدر نكتب جدول التوزيع الاحتمالي اذا بهذا الشكل. اذا عندنا هاي س وهون بده يكون عندنا لام السين. هلا لما تكون 0 اذا 0 طلعناها اللي هي 6، طبعا لازم اذا جمعنا الان هذه الارقام يطلع 625. تأكد منه عزيز الطالب. إذا عندنا هنا 16 على 625، على 625 الواحد برضو 64 إذا على 625، الاثنين 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 اللي هي برضو 216 على 625 والثلاثة برضو 216 على 625 والأربعة اللي هي 81 على 625. لو جمعناهم إذا لازم يطلع معنا كله كامل هون عزيز الطالب. بده يطلع لازم يطلع معنا، خلينا نتأكد. 216 إذا هاي 216 وكمان عندنا 216 وعندنا كمان 64 يعني 70 كمان 80، 80 وعندنا هنا 6 16 و64 80 وكمان 81 إذا 81 إذا 6 6 12 إذا عندنا 13 3 3 10 11 19 إذا هاي تطلع لنا 593. إذا في عندنا غلط والله، إذا في عندنا خطأ بالحساب. خلينا نشوف نرجع الآن نراجع الآن معلوماتنا إذا نتأكد. إذا عزيز الطالب هلا عندنا لام السين تساوي صفر، قلنا اللي هي عبارة عن 4 للقوة صفر ضرب 3 قوة صفر اللي هي قوة 16، إذا هذا السين تساوي إذا هذه أوكي تمام 100%. إذا 4 فوق 0 إذا 3 فوق 0 زائد 2 2 على 5 إذا 2 ضرب 2 4 ضرب 2 4 ب 4 16. نيجي الآن هنا اللي هي عندنا الواحد، إذا هاي 4 إذا 4 ضرب إذا عندنا 8 8 في 3 هون في غلط. إذا 2 قوة 3 إذا هاي قوة 3 عزيز الطالب وهون 3 3 في هاي 3 إذا هون 4 في 4 في 24 إذا هاي 24 إذا 24 إذا هاي بصير عندنا 16 8 96 إذا 96 إذا 96. خلينا نتأكد كمان من الثانيات. إذا 4 فوق 2 إذا عندنا 3 فوق 5 إذا هون 9 9 ب 4 36 وهذه كمان إذا عندنا 4 فوق 2
اللي هي قلنا 4 ضرب 3 إذا على 2 مظبوط. إذا ويساوي اللي هي عندنا 6، 36 216. خلينا نجمع الآن، والله 216 وهون كمان عندنا 96، هاي 6 يعني 216، 216 وكمان 216، وقلنا هنا اللي هي لام السين تساوي 1 اللي هي 96، إذا 96، إذا هاي 96، وكمان شو ضل عندنا اللي هي 81، إذا 81، وكمان هنا 16، كمان عندنا 16، إذا 18، 6 و6 12، 18، 18 و6 24، 25، إذا 2 4، 4 و9 13، 14 و8، 14 و8 اللي هي عندنا 22، 14 و8، إذا عندنا هاي تكون إذا مظبوط. إذا بيطلع عندنا إذا 625، 625. إذا هذا عزيزي الطالب بالنسبة إذا لدرسنا للمتغير العشوائي المنفصل ونظرية ذات إذا عندنا الحدين.